بنا مقطوعة ومعاذ ويعني هيك مع بعض عملنا مقطوعة اللي هي مركبة كثير من ناحية موسيقية. وإسا دائما على فكرة بضل المشكلة هو الاسم، يعني شو بدنا نسميها؟ إسا في مرة بسأل كايد بقول له كايد يعني قرب العرض خلص يعني بدنا نعطيها اسم، ولا بقول لي طيب بتسميها ثلاثي معك، فسألته شو معنى معك؟ إسا فاجأني وقال لي معك معاذ عنان وكايد. فهي سنة ثلاثة معك.
أسمر يا أسمر.